السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نحاولوا نوريكم كيفاش كيتبدل الطابلو ديال الداسيا. هاد الطابلو هذا اللي راكب راه فيه واحد المشكل كيطلع لنا الايرور في الكيلومتراج. وبالنسبه لكيفاش كتحيد، راه كنحيدوا هاد البلاستيك الفوقانيه هذه كتكون هنايا، وعنده ربعه ديال الفيسات، ربعه ديال الفيسات غرينيج كما كتشوفوا. دابا الطابلو هذا كيطلع لنا ليرور في الكيلومتراج حيت ماشي ديال هذا اصلا، الطابلو هذا ماشي دياله. دابا راه ما طلعش ايرور ولكن كيطلع هذه اللوجي، هو كيكون ديال الدوكير وكيطلع لك ايرور كما كتلاحظوا. راه دابا غادي نحاولوا نبدلوه. ها هي طالع هنايا، كلشي خدام ولكن ها كتبقى ما كيبقاش يبان لك الكيلومتراج. شي لاخر كلشي خدام، كلشي امارش، كيديماري الار بي ام خدام، الكونتور خدام، كلشي خدام، ولكن كطلع هذيك الايرور وما كيبدل والو باش كتعرف الكونسوماسيون داكشي. دابا غادي نحاولوا نبدلوه. ها هو راه جنا ليه طابلو، غادي نحاولوا نركبوا راه ستيبواي هادي لوجي طاكسي. غادي نحيدوا الطويبلو، وراه عندو كونيكتور هنايا كنحيدوه، وراه كيخرج ساهل. الفيش راه كتوركو عليه من الفوق وكتجبدو. ها هو راه كيخرج ساهل. بالنسبه للبروغراماسيون راه ما كيتبروغراما ما والو، راه هو واخا تحيد الطابلو كامل تحيدو وكديماري. هذا هو الطابلو اللي غادي نركبو ليها، راه ديال برا مليح. وكما كتلاحظوا دابا هذا الموديل جديد 2019، راه مكتوبه شهر 1/25، والطابلو الاخر كان قديم ماشي ديال هذا 2016، حيت هاد الطوموبيل هادي راه 2020. ستيب واي لوجي. دابا غادي نركبوا ليه هذا مزيان، راه غادي يخدم بلا حتى شي مشكل، كلشي غادي يولي خدام. شو هاد الغبره وهادشي حيدتها، كيعجبنيش نخدم في شي حاجه وكاينه الوسخ وداكشي، حتى لا طاح لك فيس ولا شي حاجه كتصيب. كما كتلاحظوا بعد ما ركبنا الطابلو هذا راه مزيان، وبالنسبه للكيلومتراج راه كيطلع الاصلي، راه كيطلع الاصلي ديال الطوموبيل. ها كتركبو كيبقى الكيلومتراج الاول واحد شويه، شي 10 ثواني كيرجع الكيلومتراج دوريجين ديال الطوموبيل. كما كتلاحظوا راه ضاربه 319000، راه طاكسي هذا وموديل 2020 تبارك الله، راه حيت كيمشيو بها راه كلشي خدام، ما كاين حتى شي ايرور. طابلو كيخدم عادي بلا بروغراماسيون بلا والو. طلعت لنا هذيك التيموا ديال الفيدونج، راه حيدتها بالساروت حيت كتحيد بالساروت ديك ديال الزيكزاك. صافي هادشي اللي طلع فيه، راه حيدات البولا والبالي، راه كلشي خدام كلشي مزيان، طاكيميتر كلشي داكشي فيريفيتو كلشي خدام، ما كاين حتى مشكل. كما قلت لكم راه بلا بروغراماسيون بلا والو كيخدم عادي. صافي كما كتلاحظوا راه الفيسات تاهم ركبناهم، الكيلومتراج راه كيرجع دوريجين، ما كتبدلو ما والو بوحدو. هذه كما قلت لكم راه ستيب واي، وهاد الكاج هذا راه غنمسحو داكشي ونعاودو نركبو. راه عندو اكرافيت كتلحق تحطيه ودفعيه صافي كيشد البلاصه ديالو. بالنسبه للتحيده حتى هي راه نفس المشكل، راه شحال من طوموبيل ما كتكونش فيها هذه العامره اللي كتكون فيها الدراع ديال تريغل الفولون طلع وتهبط وداكشي، وكيكون فيها الريغلاج ديال المرايات. وهذه هي النتيجه النهائيه بعد ما ركبنا، راه كلشي كيبان هو هذاك، كلشي مجوستي، بلاستيك كلشي كيرجع للبلاصه ديالو. هذه راه ما عندها لا فيسات لا والو، هذه الفوقانيه. صافي الطابلو راه خدام، الكيلومتراج ناضي، التابولا ما شاعله كما قلت لكم قبل، راه ديال الفيدونج اللي طلعات ديال السيرفيس، راه من الساروت كتبقى بارك عليه وكتحيد. صافي راه كلشي مزيان. وبالنسبه للطوموبيل ضاربه ربع سنين كما كتلاحظوا، مكرفص راه حيت الطاكسي هذا، هذا طاكسي وزوين هاد اللوجي هادي راه العموريه، ولكن الطابلو هذا ما ديالاش. ها هو دابا ركبنا ليه هذا، حيت هو الطابلو ديالك كيكون كرومي في الاصل، داك الدبيلجات الفوقانيين كيكونوا كرومي، وكيكون فيها البوست وكيكون فيها الريغلاج ديال الضو، وكيكون فيها الجاج اللور القدام، هذا هو الريغلاج ديال المرايات، وكيكون فيها هذا
اللي كتريقل الفولون وجوج ايرباكات والريغيلاتور د فيتيس. ها الايرباك تاعو راه حتى الدوكير تاعي اللي كتكون عامره كتصيف فيها هادو، وبطبيعه الحال الراديو والكروماج وداكشي. ايوا هادشي اللي كاين، وبغيت نشارك معاكم هذا الفيديو هذا باش تعم الاستفاده اللي بغى يبدل شي طابلو ولا شي حاجه. والسلام عليكم.